تمام. عارف النهارده هنتكلم على الاوفر ريفاكشن اوف سليب كاتيتر فيبرال ديفيسيس. ثرو سيرجيكال هيب ديسلوكيشن. الحقيقه البرزنتيشن ده والورك اللي فيه اتس كونجوينت ورك بيني وبين زميلي احمد حازم عبد العظيم، وطبعا كونجوينت ورك من بروفيسور دكتور هشام عبد الغني، وهو الحقيقه دي كانديديت تاني كمان ان شاء الله هيسجله خلاص رساله الدكتوراه مع دكتور هشام ومعايا ان شاء الله. الدوك ده بيز ماي ريفرنسز على الفولوينج ليتريتشر موستلي من جانز جروب، سواء كلينيكال اورثوبيدكس اند ريليتد ريسيرش اند اوبراتيف اورثوبيدكس روماتولوجي، انذر ريفرنس من اوبراتيف تكنيكس اوف اورثوبيدكس. احنا كلنا بنشوف السليب كابيتال فيمورال ابيفيز بيبقى فيه مايلد مودريت سيفير. في الحالات السيفير زي دي دايما بنسال نفسنا، هل لما نحط السنجل سكرو انسايتو وات اباوت جوينج تو هابن وذ ذا هيب هير؟ هل هيحصل اي 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 الفيمورال استيرال امبنجمنت؟ ودي برضه هخلي التوب ده يتكلم عليه زميلي احمد. والليبرال دامج اللي ممكن يحصل بعد كده والديجنراتيف ارترايتس. في واحد اسمه هوورد قال انه the most common cause for secondary postoperative secondary I'm sorry joint degenerative changes is slip capital femoral epiphysis. السيرفيكال هيب ديسلوكيشن الحقيقه دي allows ان احنا نقدر نرجع الابيفيزس اناتوميكلي اور نير اناتوميكلي، بس في نفس الوقت كمان without undue tension على الريتيناكولار فيسلز، لان زي ما هنشوف في البريف تكنيك انه ممكن بنحافظ على الريتيناكولار فيسلز واحنا بنعمل السيرجيكال هيب ديسلوكيشن وبنمنتين البلاد سبلاي بتاع الهيب اندستورد. الانديكيشن مينلي اكوردنج للجانس جروب في الانستابل سليب كابيتال فيمورال ابيفيزس سبيشالي المودر والسيفير. كمان they go that far طبعا في الاكيد سليب ايفن they mentioned ان هو ايفن لو احنا انتر اوبراتيفلي زي ما هنشوفه حصل ان احنا لقينا بروف ان في ديسترب بيرفيوجن بيكملوا، يعني هو بيقول دونت ستوب ذا اوبريشن جاست بروسيد. اولسو في الكرونيك ايبيفيزيولايزز. الكونتر انديكيشنز اوبسلي اكستنسيف ديستراكشن اوف ذا فيمورال هيب اور انكيلوزيس اوف ذا هيب جوينت. ده بريف سمري عن التكنيك. ده البوزيشننج بتاع العيان بيبقى في اللاترال ديكيوبيتس، وكلنا عارفين البوكت اللي ممكن بنحط فيه رجل عشان نبدين الاستريليتي. بنعمل لاترال انسيجن سنتر على التيب بتاعت الجريكال تركانتر، بعدين بندخل نعمل التركانتريك اوستيوتومي زي ما احنا شايفين بالباور سو، وبعدين بعد ما بنرفيت الاوستيوتومايز فراجمنت بنلاقي ده البيرد تركانتر قدامنا، وبندخل بالانترفل ما بين البايريبونز والجلوتياس ميديا سوبرفيشالي على ديبر بلين بتبقى الجلوتياس مينيمس، وبعدين بنعمل الزيت شيب كابسولوتومي الاكزيال لمب بتاعه مع الاكسس بتاع النيك اوف ذا فيمر هيجن توورد ذا هيب، والهوريزونتال لمب الانفيريور انترو انفيريور اند ذا اذر وان از بوسترو سوبيريور. مره كنا بنعمل حاله وكنا هنتلخبط ونعمل اذر وي اراوند في الايرلي ليرنينج كيرف بتاعنا، فعشان كده انترو انفيريور اند بوسترو سوبيريور. بعدين بنبروتكت ريتيناكولار ديستنس بان احنا ممكن نجيب تشيزل او اوستيوتوم وبنرفع البارت السوبيريور بتاع التروكانتر على اساس ان يبقى في اتاتش بقيه التروكانتر الروتيتورز ومعاه الريتيناكولار فيسلز ورا. وده بعد ما طلعنا الميتافيزيال فراجمنت بتاع البروكسيمال فيمر. ساعات ما بنقدرش نطلع ده، بس في الاول منشن ان احنا عشان نحافظ عليه اندايركت كونتينيوتي ممكن بنحط واير ان ذا انريديوس بوزيشن في الاول، عشان واحنا بنعمل سيرجيكال هيب ديسلوكيشن وي وودنت كوز فيردر ديسبيسمنت اند فيردر تنشن اون ذا ريتيناكولار فيسلز. ده فيديو يا رب يشتغل. احنا بعد ما بنطلع الابيفيزس بنستخدم كي واير وندريل كتير نشوف هل في بيرفيوجن ولا لا. وده البيفنج اللي باين، فده معناه ان هو ستيل في بيرفيوجن. بره بيستخدموا ليزر دوبلر فلومتري، بس احنا بمجرد كي واير بنقدر ندريل ونقدر نشوف البروف ان في بليدنج ان اتس بابل. وبنعمل القصه دي مرتين، مره في الاول اون اكسبلوريشن اوف ذا جوينت وبعدين ليتر اون افتر فيكسيشن.
الجزء اللي احنا بنهتم بيه جدا ان احنا لما بنفتح البريوسيوم اون ذا فرونت اسبيكت اوف ذا نيك او نيك بارت لازم بنفتحه فيري ميتيكولسلي وبعدين بنخلي فيه جيري ان لاترالي. بس بناخد بالنا جدا من البوستيريور بارت عشان في ريتيناكولار فيسلز هوريها في السلايد الجايه. وبعدين ممكن بنشيل حته من النيك او الكالس الريمينينج. والدياجرام ده بيشو البارت اوف ذا نيك ويتش كود بي ريموف. وبرضه بناخد بالنا جدا ان دايما بيبقى اتنشن على الريتيناكولار فيسلز من ورا بالكالس اللي موجود من ورا. وعشان كده this step of the technique should be done very meticulously otherwise we would injure the retinacular vessels. وبعد كده بنرجع. بس قبل ما بنرجع لازم نبقى متاكدين ان مفيش اي تنشن على الريتيناكولار فيسلز. وممكن نفضل نعيد ونزيد ان احنا نشيل الكلف لغايه ما يرجع الابيفيز على الريست اوف ذا نيك in a good position. وفي نفس الوقت avoid bears. We always found that we have the tendency ان احنا نحطه in a bears rather than bulbous. وطبعا بالسي ار بنبدا نحدد وبعدين نبدا نحط الوايرز الميكروبليد فاشن بعدين نحط السكروز بتاعتنا وفاينالي بن دي اتاتش التروكانتريك اوستيوتومي. Quickly case presentation that 13 this is my first case الحقيقه اعملها. كان 13 years old male patient وكان جاي severe slippage acute injury. ما كانش في clear history of chronic symptoms. وادي ال MRI ده intraoperative photo showing ال proximal part of the femur وال epiphysis still inside. ده بعد ما عملت البروسيدور كلها. للأسف was my first case فأنا I didn't record كل ال steps دي الوايرز. وبعد ما حطيت المسامير وثبت الاوستيوتومي وده البوست اوبراتيف والاميديت فولو اب 3 مانث فولو اب على طول عشان نلاقي البيرتشز. انا وريت الاشعه دي لدكتور هشام عبد الغني بعدها على طول لان انا اي واز فايت وورك انسايد ذا اوبريشن. زي ما شفنا الاكس راي ما كانش ده بروتروتنج بس طبعا احنا كلنا عارفين انه الكارتليج وهو هنا بيبقى الابيفيزس ما بيبقاش كبير قوي فلازم تاخد جود بيرتشز. نيفر بريس يو هاف تو كيب اوتسايد ذا جوينت از ماتش از يو كود. The lateral view. Another case, 15 years old. That example of chronic left capital femoral epiphysis. زي ما احنا شايفين كده. وده عملنا في اسمشلين انا واحمد. وده الانتراوبراتيف. وبعدين حطينا السكروز. ثبتنا الابيفيزس وحطينا تو سكروز بتوع الاوستيوتومي. The other side, this boy complained of hip pain persistently. والحقيقه لقينا فيه ان الوقت تيست في حاجه اسمها وقت تيست يو كي بي يوز اللي هو لو بيشنت انريلايبل البيشنت فاميلي انريلايبل ان هم يتابعوا معانا. فكنت بلاقيهم بيسالوهم بيقولوا لهم يو هاف تو كام هير ان 6 مانث تو دو انذر اكس راي اور 3 مانث اور وات ايفر. وان ذا بيرنتس ستارت تو سي وات مينز وات هم ما بيقولوا كده ده السلانج بتاعهم. فده معناها ان هم انريلايبل دي ار بيت ايجيبت فبيبروسيد على طول ويثبتوا الناحيه الثانيه عشان ما يخلوش العيان يبقى مسح ان ذا فول اب. ده لاترال اكس راي وده 6 مانث فول اب. وده العيان هو قادر يعمل طبعا احنا غاميين عينيه لان هو كان يعني مش مبسوط قوي. بس طبعا whenever to all my junior colleagues of course انتوا عارفين الكلام ده لازم نغطي عينين العيان ونقول الانيشال بتاعته بس. طيب so in short the advantage بتاعته ان احنا بتالاو في surgical dislocation of it anatomically correct repositioning of the epiphysis on the femoral neck active protection and monitoring of the ischial blood supply لان احنا بنبقى شايفينه mechanically and impeded hip mobility prevention of further destruction of the acetabular cartilage و no leg shortening. So in conclusion we think that updating Gant's group and others who started to do this technique believe in the correction at the site of the deformity is the best procedure to fully correct the deformity. وده بيمنع later on انه يحصل ال FAI وال premature osteoarthritis. وعادة يعني results confirm the safety and efficacy of the procedure و could be considered في المدرك وال severe slip capital femoral epiphysis especially for the unstable slip capital femoral epiphysis. But the take-home message, it's a very meticulous technique. It's a, it needs a learning curve عشان نبقى محافظين all the time على الريتيناكولار بلاد فيسلز واحنا بنعمل. Final word, we have to warn the patient. We have to counsel the patient as we always should do to later procedures على ال success rate بتاع